انك مواطن مغاربه جد سعداء بهذا القرار التاريخي ديال دوله اسرائيل الشقيقه بالاعتراف الرسمي بمغربيه الصحراء، وهذا تيجي من بعد واحد مجموعه ديال الاتفاقيات، ومنها من اهمها الاتفاقيات الابراهيميه ليزاكو ابراهيميك اللي توقعوا في 2021. دونك هذا الشيء كله ترجع بفضل لا ساجيس ديال سيدنا الله ينصرو طول لنا في عمره. و دونك اليهود المغاربه عاشوا ديما في المغرب، هذه بلادهم وبلاد جدودهم، ولا كومونيتي جويف ماروكان هي اكبر جاليه كاينه في العالم كله، دونك تنفتخروا بها، وهما دي زومباسادور ديالنا بالنسبه للمغرب. دونك هذه بلادهم، دونك هذا الاعتراف هذا تاريخي، وغادي ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الخير جاي لقدام، غادي يكون ان شاء الله غادي يكونوا دي زاكو اخرين ان شاء الله، وغادي يكون واحد بالنسبه للمناطق الجنوبيه استثمارات كبار، مشاريع كبار اللي يكون في المجال الصناعي، في مجال دونك مجال الصيد البحري، في الفلاحه، في كل شيء، وفي الميدان العسكري ان شاء الله. دونك غادي يكونوا بزاف ديال الاتفاقيات بالنسبة للمغرب وإسرائيل، دو بيي كي سي كومبليت تو لي دو. المغرب سي اون بوبولاسيون دونك اون بويسونس دونك اون بوبولاسيون اون بويسونس ايكونوميك تاهي، و سي إسرائيل سي هي اون بويسونس تكنولوجيك. ولا لقينا البلدان بجوج، المغرب بلس إسرائيل، إسرائيل سي كوم دونك اون بوس الكترونيك فوالا، وغادي نديروها في نزيدوها للمغرب. Ou donc on va exploser inchallah, on va être les meilleurs في l'exploitation. Donc غادي نوليو الاولين في التصدير في دول افريقيا. دونك غادي نوليو نصدروا لي فواتور لا هو تكنولوجي. دونك كاين واحد الافنير كبير بزاف في هذا السياق هذا. دونك انا تنشجع المستثمرين الاسرائيليين يجوا للمغرب دونك في جميع المدن، ودونك من الجنوب، من الصحراء، في العيون، في الداخله، في اكادير، في طنجه، في كازابلانكا، دونك ويستثمروا ويديروا معامل صناعيه، وان شاء الله حنا مستعدين باش نكولابوريو معاهم ان شاء الله، ونوفروا لهم جميع الشروط اللازمه باش نجحوا هذه الاستثمارات ان شاء الله.